مشاهدينا إذا مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة لكل جديد على الساحة اللبنانية على خلفية التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت. وطبعا نحن في متابعة مع شبكة مراسلينا. نبدأ مع زميلة بيسان طراف من الكارنتينا. بيسان. نعم علا، أسمعك. تفضل، المشهد لديك بداية، أين أنت؟ نعم علا، أنا هنا في منطقة الكارنتينا، هذه المنطقة التي تشكل مع منطقتي الجميزي ومرم خايل، يعني يشكلون الحزام للمرفأ. هذه المنطقة أيضا يعني التي قال عنها أهاليها، يعني اليوم عندما وصفوا لي ما حصل قالوا لي هنا كان مركز الزلزال. يعني هذه المنطقة التي تحولت بأحيائها إلى منطقة منكوبة، يعني كل المنازل التي أيضا يصفها أهلها أنها كانت أشبه منازل، اليوم بعد الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت تحولت هذه المنازل هنا إلى يعني منازل غير صالحة أبدا للسكن. ولكن الأهالي لن يغادروا منازلهم لأن لا مكان لهم، يعني هم يقولون حتى لو لم يكن هناك زجاج وجدران نحن لن نخرج من منازلنا لأننا لا نريد أن نكون مشردين. أيضا يعني أود أن أشير أن هذه المنطقة التي تحتوي طبعا إضافة إلى أنها منطقة سكنية بامتياز، هي منطقة أيضا تضم الكثير من المؤسسات والتجارية التي أيضا أصبحت كلها على الأرض، إضافة إلى طبعا يعني الكارثة التي حلت بمستودع الأدوية، ولا سيما أنها تضم هو مركز الكارنتينا للأدوية واللقاحات المستعصية، أصبحت كلها طبعا على الأرض. يعني هنا لا يمكن إحصاء الخسائر المادية، إضافة طبعا إلى أن هذه المنطقة خسرت شابا يعني استشهد بسبب الانفجار الذي حصل في العاصمة اللبنانية بيروت في مرفأ بيروت، إضافة طبعا إلى عدد من الجرحى الذين فينا اليوم يعني نعتبرهم أصبحوا شهود عيان عما حصل معهم. معي هنا إذا أمكن يعني أن أتحدث إلى أحد الجرحى، سيد وليد، حضرتك يعني اليوم تحولت إلى شهيد عيان، أصبت في هذا الانفجار، أخبرنا ما حصل. والله كنا قاعدين، أنا قاعد ببيتي فوق وهذا محلي هون، عم ريح ترم الظهر، سمعنا صوت مثل المفرقعات رصاص، يعني بعدني ما وقفت، بدي قمت من التخت، بطلع على الشباك وطلع ضغط قوي مش شايفين مثله بحياتنا، يعني لا بالحرب الأهلية ولا بالاجتياح ولا هذا الضغط ما شفنا مثله، صار الإزاز كله جواتنا، يعني بيوتنا ضغط الضغط، البنايات هزت فينا هز، أنا قلت وقعت البناية مثل ما شايفين، السيارات انضغطت، يعني كمان كتر العصف القوي سقف السيارة تنام، مش بس الإزاز كسر، السيارات انعصرت، يعني شيء مثل الكذب، وبيوتنا مثل ما شايفينها لا ما عاد فيها لا شباك ولا باب ولا شيء، وحتى يعني هذا من الخارجي جوا العفش كله تكسر، يعني بتطلع على البيوت لا في خزانة إلى باب لا في كرسي صاغ، يعني ضغط ضغط مش طبيعي مش طبيعي، مش مر علينا بحياتنا. يعني اللي عم شوفه اليوم هون كمان بشوارع المنطقة، يعني كتير من الشباب اللي اجوا عم يتضامنوا معكم، خبرنا كمان عن هيدي المبادرات الإنسانية والشبابية اللي كتر خير الله، اللبناني كله شعب واحد هيك بالأزمات، يعني وإن شاء الله بضل هيك على طول. اجينا جمعيات من أقصى شمال لأقصى جنوب للإقليم، يعني عم شوفهم أنا كون عندي هون دكان يعني كنت عم ننظفها ومنظفتها، اجوا كلهم عم يعرضوا مساعدات هون، طلعوا على البيوت نظفوها، عم بيأمنوا وجبات غذائية لأنه العالم مش قادرة تطبخ مش قادرة تسوي، جمعيات كتير يعني عم تجي وفي مساعدات عم تجي، يعني ما حدا مقصر صراحة، يعني بس يمكن في سوء بالتوزيع كون ما في تنظيم، يعني في عالم الشعب اللبناني بتعرفي عنده عزة وعنده كرامة ونسوان وبنات صبا مش حتنزل توقف بالصف لتنطر صحن الأكل، في سوء يعني شوي، في عالم ما لها عين تنزل من بيتها. سلامة قلبك، سلامة قلبك. بدي شوف يعني أنا بالبيتي هذا كله مقطب إذا شايفه من فوق لتحت، بنتي نايمة بتاخد مش قادرة تنزل، بنتي موظفة ممرضة مش قادرة تنزل على شغلة، بقى أعطوها فرصة لأنه أجرى 3-4 محلات مقطبة، وبعد لحدا اللي ناطرين الإغاثة لا تيجي تشوف شو تعود علينا، 5 سيارات عندي مكسرين للكاب، محلي هذا اليوم لترتب صلنا 3 أيام يومين يعني نحن عم ننظف فيه هذا التالي، وبيوتنا كذلك الأمر، وبنطلب من الله يضل هالشعب هيك متكاتف مع بعضه وإن شاء الله بضلوا هيك،
سلامة قلبك وليد، الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة بنتك. نعم علا، يعني حالة وليد تشبه حال الكثير من المصابين هنا في منطقة الكارانتينا، ولكن إذا أمكن يعني أريد يعني أن هنا أن أخذ في عدسة الكاميرا، لفتني شيء أن هذا الباص هنا في منطقة الكارانتينا ينتقل منذ الانفجار من منطقة إلى منطقة. في هذا الباص يطبخون الشباب، يعني يعدون الطعام هنا. هؤلاء الشباب هم مجموعة من الشباب أتوا من البقاع الغربي، ولكن عندما سألتهم من أين أنتم أو من أين أتيتم، كان الجواب نحن من كل لبنان. يمكن أن نشاهد ونتحدث إليك. مساء الخير. مساء النور. يعطيك ألف عافية. خبرني عن المبادرة اللي عم تقوموا فيها. نحن مجموعة شباب جمعنا بعض من البقاع من مكان من كل لبنان، وحبينا نساعد، يعني نساهم بأكل بشرب، عم نعمل معكرونة، عم نعمل كتير أكل وشرب وعصير وهيك، الماء بنقدم للحي، وشو بده مساعدة عم نساعدهم وهيك. يعطيكم ألف عافية. أنت اللي قلت لي نحن من كل لبنان. 100% من كل لبنان. خبرني كمان عن وين عم بتروحوا، وين المناطق اللي صرتوا عم تزوروها؟ هلا مبدئيا نحن عم نشوف وين في عالم ما عم تيجي على المناطق اللي منكوبة، عم نجي عليها. هلا شفنا بالأشرفية وجميزي ومار مخير، في كتير عالم وفي كتير مساعدات، وهم قليل يعني ما حد عم يجي، سوجينا لهون نحن على الكارانتينا مثل ما شايفين. نعم شكرا. أنا بدي أدعي بس باللبنانيين، إنه مش اللي مش قادر بيوزع أو المحمول وما كتير بيقدر، لحتى فيهم يطلعوا يشتغلوا وينظفوا بالبيوت ويساعدوا العالم اللي بقلب البيوت اللي عم تنزل أغراض، ويكون في مبادرة فردية من كل الشعب اللبناني، لأنه مش كل العالم عم تطلع فينا، يعني إحنا بدنا ندعم بعضنا. شكرا كثير لك. يعني كما ترين يعني علا، هذا الباص تحول الى مطبخ، هنا طبعا يعدون الطعام ويوزعونه طبعا على المنازل التي تحولت، طبعا هي منازل اصبحت غير صالحه للسكن. وكما قال قبل قليل الجريح او المصاب وليد قاسم، ان المنازل من الداخل هي كلها اصبحت على الارض، يعني لا امكانيه للاهالي للاعداد، انهم ينامون فعلا على ركام المنازل. على قدر هذا الخراب نحن بطبيعه الحال، هذه المبادرات نحن بطبيعه الحال علا بقونا هنا. نعم تفضلي اكملي بسان قبل ان انتقل الى الزميل عباس الصباغ. نعم فقط يعني أود الإشارة أننا بقون هنا في هذه المنطقة، سأحاول قدر المستطاع أن أجول أكثر في أحيائها، لأن هناك الكثير من العائلات التي يعني تجلس على الشارع لأنها ترفض مغادرة هذه المنطقة. وأيضا هناك يعني فريق طبي لفتني أيضا أود الحديث معه، وهو مجموعة من النساء الذين أتوا من شمال لبنان، من لبنان، وهم عبارة عن أطباء وممرضين نفسيين. نعم. سأنتقل إلى زميل عباس الصباغ وأعود إليك. هل من إمكانية للعودة إليك بسان أم يجب أخذ المقابلات الآن؟ نعم لا بعد قليل علا، بعد قليل سأعود إليك بسان بعد قليل مع مقابلاتك والمزيد من المعلومات والمشهد. طبعا أنتقل إلى زميل عباس الصباغ. عباس. نعم علا، هل تسمعنا بداية؟ وأين أنت تحديداً؟ نعم أنا في لازلت في المستشفى الميداني الإيراني، لأن وصول المساعدات يتوالى منذ صباح اليوم حتى الساعة، مساعدات ينقلها الجيش اللبناني إلى هنا إلى مبنى الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث في جبل لبنان. هي ليست فقط مساعدات طبية وإنما مساعدات غذائية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني. طبعا هذه المساعدات سيتم توزيعها بالتنسيق مع الجيش اللبناني والهيئات اللبنانية المختصة. في موازاة هذه المساعدات هناك عمل دؤوب داخل هذه الخيام، والتي هي يعني ستكون المستشفى الميداني. هناك تجهيز لغرفة عمليات، وهناك تجهيز لغرفة إنعاش، وأيضا غرفتان لاستقبال المرضى، تستقبل كل غرفة يعني 20 مريضا. كل هذه يعني التحضيرات، مكيفات الهواء، يعني التبريد أحضرت، لأن الطقس بطبيعة الحال في نحن في شهر آب أغسطس، والحرارة في لبنان قد تصل إلى 40 درجة. كل التجهيزات تصل تباعا، خلية نحل هنا في مبنى الجامع في الحدث، أيضا
في المطار يعني تنقل الشاحنات منذ الصباح، هناك شاحنات كثيرة تنتظر أيضا لتفريغ بضائعها التي أحضرتها من المطار، وبالتالي يعني هذا الجسر الجوي إن صح التعبير بين إيران ولبنان يترجم في هذه الأثناء عبر هذه المساعدات. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها. نحن نتحدث عن أربع طائرات عباس حتى صباح اليوم، صحيح؟ صحيح 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 صحيح، لأن هناك أكثر من طائرة وصلت، أيضا هناك طائرة أرمينية أيضا وصلت، هناك مساعدة من أذربيجان تبرع للبنان، هناك يعني المستشفى الميداني الروسي، كنا صباحا في المدينة الرياضية في بيروت، وهناك مستشفى ميداني مصري في منطقة حرش بيروت، وآخر قطري وعراقي، لكن كل هذه الدول يعني تساعد بيروت المنكوبة في هذه المحنة من أجل لملمة الجراح وإعادة الحياة إلى هذه المدينة وإلى لبنان. وموازاة فقط علا، أذكر بأن وزيراء الصناعة والأشغال تفقدا صباح هذا اليوم يعني مرفأ صيدا للاطلاع على مدى يعني استيعابه للبواخر، وبالتالي تشغيله حتى يتم إعادة إعمار ما تدمر في مرفأ بيروت. طبعا مرفأ طرابلس بدأ استقبال القمح وغيره حتى لا يكون هناك أي أزمة غذائية في لبنان، بموازاة التحقيق الذي يستمر ويتقدم، وخلال ساعات سيكشف بشكل رسمي وشفاف كما وعد أكثر من مسؤول لبناني. نحن هنا متواجدون في هذا المستشفى نواكب هذه التحضيرات الإيرانية يعني التي استجابت فور وقوع الكارثة أسوة بروسيا ودول وقطر ودول أخرى كلها تقدم المساعدات. طبعا يعني أحد المسؤولين الإيرانيين هنا ذكرنا بالفيضانات في إيران وكيف أن لبنان أيضا ساهم في مساعدة الشعب الإيراني، واليوم هو أشبه برد الجميل ما حصل في بيروت، وبالتالي الإيرانيين يعني هبوا لمساعدة لبنان أسوة بدول كثيرة علا عربية وأجنبية وكلها تساعد بيروت من أجل تجاوز هذه المحنة وهذه النكبة. وهناك طبعا عمل دؤوب، هناك بيوت في الضاحية الجنوبية استقبلت يعني من فقد مأواه، هناك 8000 شقة سكنية غير صالحة للسكن في بيروت، وبالتالي يعني هناك 8000 عائلة بلا مأوى. طبعا العدد أكبر صحيح من هذا، لأن هناك شقق مدمرة بشكل جزئي. التحضيرات من كل الجمعيات يعني سواء المحلية نعم. نعم أم حتى الدولية، يعني آخر ما كمان ذكر كان عن أطباء بلا حدود أنه في تخوف وقالوا أنه نخشى من أزمة إنسانية كتلك التي خلفتها الحرب الأهلية. هناك اليونيسف تحدثت عن عدد كبير للأطفال المشردين بعد هذا الانفجار، هناك حديث أيضا لمنظمة الأغذية أيضا يحذر من تداعيات ما جرى، يعني طبيعية جدا هذه أن تكون بمحل هذه المبادرات وهذه المساعدات أمام النكبة التي حلت ببيروت، وطبعا إعلان منذ اللحظات الأولى مدينة منكوبة. مشاهدينا إذا نحن نعم مستمرون معكم في هذه التغطية، تفضل عباس. فقط الإشارة إلى أن يعني المستشفيات المدنية أيضا فيها أطباء نفسيين، لأن هناك من هو بحاجة لعلاج نفسي بعد الصدمة التي يعني أصابته أو أصابت أقاربه، وبالتالي يعني هناك أيضا أطباء أخصائيون بالمجال الطب النفسي، وهذه لافتة يعني ظاهرة لافتة يعني إن كان في المستشفى الميداني الروسي أو غيره لمساعدة اللبنانيين على تجاوز هذه المحنة. لكن يعني التكافل الاجتماعي علا وهذا التضامن الدولي والعربي يشي بأن لبنان سيخرج من هذه المحنة، على خلاف ما يحاول يعني تحاول بعض القوى السياسية اتجاه التحقيق الدولي. وشكرا بالمناسبة للرئيس اللبناني ميشيل عون موقف بأنه لم يطرح التحقيق الدولي إطلاقا في كارثة مرفأ بيروت، هذا يعني قبل نحو ساعة في حديث مع الصحفي في قصر بعبدة قال هذا الرئيس اللبناني ميشيل عون في ظل الدعوات من بعض القوى السياسية للجنة التحقيق الدولية، وهو ما تبناه ضمنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نعم ولا هي إذن المساعدات المستمرة من كل الدول لنجدة لبنان المنكوب بأوامر ملكية أردنية لدعم لبنان. أرسلت السلطات الأردنية مستشفى ميدانيا عسكريا إلى بيروت، فيما نظمت مجموعات شبابية أردنية وقفة تضامن مع اللبنانيين. التقرير للنا شهيد. دعم الأردن للبنان في محنته تجسد عمليا من خلال إرسال المستشفى الميداني العسكري إلى بيروت المنكوبة بالمال والعيال،
طائرتان عسكريتان غادرتا عمان تحملان طواقم وأجهزة طبية لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الطبية اللبنانية المنهكة. أؤكد على أن هذا المستشفى سيكون جاهز إن شاء الله غدا للعمل واستقبال المرضى في لبنان الشقيق، وهو مكون من كافة الطواقم الطبية اللازمة لإجراء العمليات الصغرى والكبرى. ويتكون هذا المستشفى من 48 سرير وعشر أسرة ICU وغرفتين عمليات. 160 كادرا طبيا على متن الطائرتين، خطوة مؤازرة من الأخوة الأردنيين علها تبلسم جراح أشقائهم اللبنانيين. ترحل الطائرة ومعها ترحل قلوب الأردنيين التي اعتصرت أسا وحرقة من هول الكارثة. الدعم الأردني لم يقف عند شقه الرسمي المادي، وإنما تعداه إلى دعم معنوي شعبي. والغضب الأحلى بلدي. مقر السفارة اللبنانية في عمان كان وجهة كل من فجعه نبأ الانفجار، وتحت شعار بكيتينا يا بيروت اجتمعوا بنفوس أدماها الحزن. بيروت هي مثل طائر الفينيق يلي مهما احترق وأعلى الأرض من رماده بيرجع يبعث حيا. يعني مهما دمروها هي رح تضلها حلوة في عيوننا، وإحنا بنحبكم كتير وكل تضامننا، وإحنا جدا متألمين معاكم. هاي عبارة عن وثيقة تضامن من الموجودين هون مع بيروت، مع أهل بيروت، مع لبنان فقط لا غير. عالم السارية نكسه الأردن لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا بيروت، والأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا جميعهم هبوا لنصرة لبنان المكلوم. لان شاهين، عمان، الميادين. مشاهدينا، يعني قبل أن نكمل في التقارير والضيوف والتغطيات، اسمحوا لي أن يعني نعيد عليكم هذا المشهد بنكبته، بالكارثة التي حلت بهذه المنطقة وفي الكثير من المناطق في بيروت. نحن هنا أمام مرفأ بيروت نتابع بأم العين مشهد الجرافات التي ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن مفقودين، ربما عن جثث. نحن نراها تحت صوامع القمح التي قالت المنظمات، منظمة الأغذية تحديداً، أنه لا صوامع غير للقمح في ميناء لبناني. نتابع إذن هذا الخراب، واضح جداً رائحة الخراب حتى ما زالت موجودة، رائحة الشر ما زالت موجودة في هذا المكان. هنا منذ أن أتينا وهو مستمر طبعاً حتى هذا اليوم، هي لم تتوقف. الشباب الكبار بالسن، الصغار، النساء، الرجال، من كل الأعمار، من كل المستويات، من كل الفئات، كلهم أتوا، حتى ليسوا فقط يعني بلبنانيين بل أيضا أجانب، أتوا للمساعدة للملمة الزجاج. هنا أصبح كمزار، كمحج، هو شاهد طبعا على الكثير. سيكون ما بعده تماما كما يعني غير ما قبله تماما، بكل ما تعني هذه الكلمة على كل المستويات. هنا المشهد يعني خانق، ربما لا نستطيع الكلام عندما ترى مشاهد الدمار، لكن أيضا خانق أكثر أمام هذه الالتفاتة، أمام هذه الوحدة، أمام هذا التضامن. تغص لكن من الفرحة، وأنه لست وحدك أيها اللبناني. بيروت لست وحدك، طبعا الكل معك. أمام هذه المحبة لا شيء يضاهي، لا كلمات تضاهي، لا حروف تضاهي. طبعا إذا أمكن أن تروا معي، إن كانت الكاميرا تأخذ، الشباب بكماماتهم ومراعاة طبعا لظروف كورونا، هم متواجدون هنا مع العدة الكاملة. يعطيكم ألف عافية جميعا، تحية لكم. هم يعني ليسوا فقط هم، كغير كثيرين هم هنا رفع أثار الدمار. لبنان، بيروت، أهل شعبه وغير شعبه لم يرضوا هذا لبيروت. هذه الصورة ليست لبيروت، هي التي كطائر الفينيق تماما تقوم من تحت الرماد مجددا ومجددا ومجددا، لا تحرق ولا يتم حتى إغراقها. هي غرقت أكثر من مرة وعادت لتقوم، فكيف
بأيادي الشر أيضا ستقوم منها من جديد. نتابع إذن وإياكم عبر الصور عناصر الجيش اللبناني يشاركون بالعمليات من مرفأ بيروت مباشرة، عمليات رفع الأنقاض والمساعدة في انتشال المزيد من الجثث، ربما البحث عن مفقودين، نأمل ذلك. ما زالوا أحياء، الكثير الكثير من الأمل مع هذا الخراب. طبعا الكثير من الفرق هي موجودة الآن في الداخل لعملية المسح من داخل المرفأ. بيروت عزيزة جدا، أصوات الإسعاف وسيارات الإسعاف طبعا لا تهدأ، هي منذ لحظة الانفجار الأولى أعداد كبيرة من الجرحى، وطبعا ما زال البحث مستمر. طالما البحث مستمر عن المزيد من الشهداء أم الأحياء، سنسمع هذه الأصوات التي اعتاد أهل بيروت عليها في هذه الأيام التي مرت. بيروت عزيزة النفس، لا تقبل هذه المشاهد لها، لا تقبل الخراب، لا تقبل بمظاهر الموت، يا تنتفض فعلا من جديد. لا كلام يقال، أكثر من كلمة تنتفض بعز وكرامة كما عادتها دائما. بسان معنا من جديد، بسان طراف. نعم علا، نعم علا، أين أنت الآن؟ نعم أنا يعني ما زلت هنا في منطقة الكارانتينا. معي الآن أود الحديث إلى متطوعة من شمال لبنان من جمعية الاتحاد الإسلامي، هي ومجموعة من الشابات من بيروت وأيضا من مناطق مختلفة من لبنان أتوا إلى هنا كالكثير طبعا، وسيكون لهم جولات أخرى في مناطق تضررت بسبب الانفجار، يعينون النساء وأيضا الأطفال كأخصائيين نفسيين. سأتحدث مع يسرى عن المشاهدات التي يعني رأيتوها من خلال هذه الجولة. نعم نحن اليوم، أنا بالنسبة لي كان أول يوم، الجمعية كانت عم تنزل أكثر من يوم. نحن منتشرين بكل لبنان، في عنا ببيروت، في عنا من طرابلس، يوم نزلنا من طرابلس كمان. كانت المشاهدات صراحة يعني نحن نزلين ك يعني فرقة منا كدعم نفسي كمتخصصين نفسيين، بس قديه عم نقدر نعمل دعم نفسي أو إسعافات أولية. يعني الناس لساتها بعد منا جاهزة، بيوتها ساتة مدمرة، إسا ما خلصت تنظيف، إسا ما خلصت شغل. في ناس عم يكون جايبين معنا كمان مسعفين وممرضين، لأن بعد في ناس جروحتهم معفنة، يعني ما مغيرينهم. في واحد كان مكسورة إيده مبارح، ما راح على المستشفى، قال إنه عجقة وخلص بخلي دور لغيري. اكتشفته الممرضة إنه مكسورة إيده فأخذوه على المستشفى. يعني قديه في حالات مهملة أو هي ما راحت أو معتبرين إنه في عجقة. طلعنا على بيوت طبعا في منا مدمرة على الأخير، في كان بيت قدام البور تماما، اثنين ختيارية، واحد منهم مات والتاني عادتا منا متذكرة شيء من الحالة. كمان هلأ كنا عم نجمع الأولاد على الحصير، عم نحاول نخليهم هن يحكوا شو صار، نشجعهم هن يعبروا بكلمات أو بالرسم عن شو صار معهم. هذا الشيء بيخليهم يخفف من أثار الصدمة النفسية عليهم، كرم ما يصير معهم PTSD أو بعدين قلق أو تأثر على شخصيتهم الصدمة.
شكرا كثير يسرى والف طبعا كل العافيه لكم. نعم علا، يعني كما سمعتي هو وجع بكل ما للكلمه من معنى، يعني فعلا انا ايضا تحدثت الى بعض الاطفال يروون الحكايه وكانها يعني كحلم، لا يعني فعلا يعني وكانهم ما زالوا يعيشون تحت تاثير الصدمه، يروونها ايضا بطريقه فعلا يحاولون يعني ان يضحكوننا. ايضا علا اود الحديث الى متطوعه، ولكن هم ليسوا هم يقومون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التواصل مع يعني بين بعضهم، لا يعرفون بعضهم، ايضا ياتون الى المناطق لمساعده ومسانده المتضررين. معي دانيال. نعم، خبريني عن جولاتكم لهون. يعني اول شيء يعطيكم العافيه انتم كتي في وكاعلام، ثانك يو سو ماتش، عم تدعمونا كل يوم. يعني شو بدي اقول، كارثه وقعت على بيروت وعلى لبنان صراحه. نحن جروب شباب عم نجمع بعض كل يوم، اصحاب متطوعين بكل شيء، مساعدات، عم ننزل عن بيوت العالم عم نسألهم شو بدون، عم نعمل فود بوكسز، عم حتى عم نجيب من كاريتاس ومن غير جمعيات أكل ونوزعهم على البيوت اللي عايزة أكل. غير هيك كمان نزلنا على مانخايل، جميزة، أشرفية، كلها جايتاوي، حد مستشفى الروم، هلأ هون بالكارانتينة موجودين، عم نجرب نطلع عند العيال وعند البيوت نساعدها قد ما فينا بالتنظيف، إذا حدا بده يشيل الردم تبعه، إذا حدا بده أكل، إذا حدا بده نشيلهم كاس الزبالة. سو عم نجرب يعني نكون عضو فعال بهيدا الكارثة اللي واقعين فينا فيها قد ما فينا. وتاني شغلة إنه بعتقد نحن هلأ الجيل الأكتف واللي عن جد بعد عنا الأنرجي نشتغل. سو بس بطلب من كل شاب وصبية لبنانية بليز ينزلوا معنا، اللي قاعد ببيته يبطل يكون ببيته، إذا عندهم عم يشتغلوا بالنهار فيهم ينزلوا بالويك أند سبت وأحد كرمال يساعدونا، لأنه كل عائلة وكل بيت بحاجة لهالمساعدة اليوم. وأكيد أكيد إن شاء الله ترجع تتعمر بيروت ويتعمر لبنان، ويعطيكم العافية. إن شاء الله إن شاء الله أكيد رح ترجع تتعمر بيروت. يعني هذه هي الحال هنا علا في منطقة الكارنتينا، فعلا بالرغم من كل الدمار، يعني بالرغم من الحالة المأساوية هنا. بيروت معمرة مش بحجارة، بيروت معمرة بالأرواح اللي فيها، بالأرواح الراقية اللي فيها، بالنفوس الراقية وصاحبة الكرامة والعز اللي فيها، صاحبة النخوة اللي فيها، بهيدي الأرواح بيروت معمرة، ما انهدت ولا رح تنهد. ننتقل إلى الزميل عباس الصباغ. عباس. نعم. عباس. نعم إني أسمعك. تفضل. يعني طبعا علا، يعني في الحديث عن المستشفيات الميدانية و نعم تفضل، انا سمعتك عباس. نعم، يعني فقط إشارة إلى أهمية المستشفيات الميدانية، نتحدث إن كان عن المستشفى العراقي أو القطري أو الروسي أو الإيراني أو الجزائري أو الأردني. القطاع الصحي في لبنان علا، يعني بفعل جائحة كورونا هو منهك، وبفعل ارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأمريكي هناك نقص في المستلزمات الطبية، وزاد هذا يعني ما أحدثته كارثة مرفأ بيروت عندما خرجت 4 مستشفيات، مستشفى الروم، مستشفى الكارنتينا، مستشفى الوردانية، خرجت عن العمل، وبالتالي تضررت بفعل الانفجار. ومن هنا تأتي أهمية هذه المساعدات وهذه التقديمات في المجال الطبي للبنان. نعرف أن هناك حصارا غربيا وخارجيا خانقا على لبنان منذ أشهر، يعني وكل ذلك مقابل تنازلات سياسية في مكان أو بآخر. وبالتالي يعني ما الشعب اللبناني ينظر بارتياح إلى هذه المساعدات، إلى هذه الهبة الدولية والعربية لمساعدته يعني من تدهور الواقع. نعم الصحي. صحيح صحيح، يعني حتى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة قال بأن لا مستلزمات طبية، يعني حتى عندما طلب التبرع بالدماء
من أجل إغاثة الجرحى. كان هناك مستشفيات ليس لديها أدوات لتقوم بسحب الدماء من المتبرعين الذين اصطفوا لتقديم دمائهم لإعانة يعني إخواتهم وأخواتهم وزملائهم من هذه المحنة. يعني هناك نقص في المواد الطبية بفعل الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل جنوني. هناك يعني صعوبة في فتح الاعتمادات. الصحيح أن مصرف لبنان يدعم الأدوية فقط ولكنه لا يدعم المستلزمات الطبية، وبالتالي هذه يعني مسألة شديدة الحساسية وتهدد القطاع الصحي في لبنان. ومن هنا تأتي هذه المساعدات إن كان الإيرانية أو القطرية أو الروسية أو العراقية أو الجزائرية أو الأردنية ومن كل الدول لتحاول بلسمة جراح اللبنانيين في مرحلة حساسة جدا علا في توقيت حساس ومريب وفي ضغط اقتصادي ونقدي على الشعب اللبناني كان كبيرا وصار اليوم أكبر. عندما خرج مرفأ بيروت عن العمل رئة بيروت توقفت، لكن هناك مساعي حديثة لفتح المرفأ في المناطق التي لم تتضرر، وبالتالي الاستعانة بمرافق أخرى من أجل استمرار الروح في الاقتصاد اللبناني ومساعدة الدول والشروع في عملية إعادة الأعمار، طبعا بالتوازي مع التعويضات على المتضررين وبرنامج الإيواء الذي تعده الهيئة العليا للإغاثة. والأهم من ذلك كله تلك الحملات الاجتماعية والتضامن وفتح المنازل والفنادق أمام الذين فقدوا منازلهم. نعم علا، كل الشكر لك زميل عباس صباغ. طبعا نحن مستمرون معكم في هذه التغطية، شبكة مراسلين عباس صباغ وبسان طراف ينضم إلي هنا في استوديو الميادين الخارجي أمام مرفأ بيروت حيث حلت الكارثة. عادل يمين الباحث السياسي والقانوني، أهلا وسهلا بك معنا. أود أن أبدأ من هذا الكم الكبير من المساعدات، طبعا أمام التحذيرات الكبيرة التي أتت من أكثر من منظمة دولية وغير وداخلية أيضا أمام هذا الواقع تحديدا بالنسبة للقطاع الصحي وأمام هذه المساعدات التي تقدم تحديدا في الواقع والقطاع الطبي أثناء كورونا، أهميتها بهذا الحجم. يعني من الواضح أن الدول والأفراد استجابت لدعوة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون لمساعدة لبنان لمواجهة الكارثة الكبرى التي حلت به. هذا يعني أن لبنان لا يزال له الموقع المميز لدى دول العالم ولا يزال قبلة أنظار العالم باعتباره كما وصفه القديس البابا الراحل يوحنا بولس الثاني أنه رسالة وأكثر من وطن، رسالة حرية وتعايش. هذا النموذج للعالم يجب ألا يموت، وقد أدرك العالم عندما وقعت الكارثة أن هذا النموذج مهم لهذا العالم، يجب أن يبقى حيا. لذلك نلاحظ أن التضييق ولا أقول الحصار الذي كان قائما تجاه لبنان بسبب بعض الإرادات الدولية التي تريد تركيع الإرادة اللبنانية وتريد فرض التنازلات سواء في موضوع المقاومة أو في موضوع الحدود أو في موضوع النازحين السوريين، أرادت لي ذراع لبنان من خلال التضييق المالي والحصار المالي. ها هو لبنان من خلال المأساة، وللأسف من خلال المأساة، يحول الأزمة إلى فرصة من خلال هبة العالم وهبة المنتشرين اللبنانيين إلى مساعدته كأنه طائر الفنيق الذي يقوم من بين الرماد. فعلا هذا ما تحدث به يعني أيضا الرئيس ميشيل عون قبل قليل وقال أنه الحادث فك الحصار عن لبنان، لكن من وضع الحصار على لبنان هو من يفك اليوم بهذا المعنى نفهمه في خلفيات سياسية أيضا للموضوع؟ ليس من وضع الحصار هو من يفكه، إنما العالم لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. للبنان أصدقاء كثر. هذا اللبنان، هذا النموذج إذا سقط ستسقط فكرة التعايش في العالم وستسقط فكرة التآلف بين الجماعات والطوائف والأديان في العالم. أعتقد أن من فرض الحصار لا يريد أن يذهب بالحصار أو بالتضييق، دعني أقول إلى حده الأقصى، لأن ذلك سيكون له ارتدادات. فإذا بلغ التضييق حده الأقصى سيرتد على حلفائه في المنطقة وسيؤدي خنق لبنان إلى فيضان بركان معين وإلى ردات فعل لا تحمد عقباها. لذلك أعتقد أنه من جهة
الأصدقاء أدركوا أهمية إنقاذ لبنان منعا لسقوطه، كما أن الخصوم أو الأعداء أدركوا أن التضييق الشديد سيؤدي إلى انقلاب الأمر عليهم، لذلك أفسحوا المجال لمتنفس معين. نعود لما جرى في 4 من آب، يوم للصدمة، بعدها يوم لتشييع الشهداء والحزن. اليوم ماذا؟ اليوم لمسألتين أساسيتين. أولاً العدالة، العدالة السريعة والكلية والكاملة، الحقيقة ربما قبل العدالة بنتيجة الحقيقة والتحقيقات والاستقصاءات والمحاكمات التي لن تستثني أحداً، وليس أمامها أي عائق، لا كبير ولا صغير، كما أعلن الرئيس العماد ميشيل عون. صحيح. الأمر الثاني هو للنهوض لإنقاذ الضحايا، لاستكمال البحث عن المفقودين من دون تضييع أي لحظة أي وقت، لنزع الركام، لانتشال الجثث، لإسعاف الجرحى، وللبدء بمسيرة إعادة البناء حتى تكون بيروت كما قال الرئيس اللبناني أن تعود كما كانت. طيب، باعتبارك باحث سياسي وقانوني أيضا، إذا أمكن أن نبدأ بالشق القانوني، حتى الآن حصلت الكارثة لكن لم يحصل شيء يهدئ بكل ما للكلمة من معنى اللبنانيين، كلهم سواء، يعني الزعل نفسه لمن لم يخسر أحد تماما كما الزعل لمن فقد عزيز له في هذا الانفجار، نفس الغضب، لم يحصل شيء يرتكز عليه بعد حتى الآن، حتى ما قيل أنه توقيفات هي من أسفل الهرم، لم نتحدث بعد عن شيء جدي، ربما تنتهي مهلة 5 أيام في غضون 2 يوم. أولاً دعنا نقول إن المأساة كبرى وإن الكارثة جليلة، ولا شيء سيعوض الخسارة التي وقعت، هذا بطبيعة الحال لا شيء سيعوض عن الضحايا الذين سقطوا، ومهما قلنا لا نستطيع أن نواسي أهالي الضحايا ولا نستطيع أن نواسي الجرحى، ولكن الأمل يبقى قائما والرجاء يبقى قائما من أجل النهوض. أما ماذا حصل؟ لا، يكون من الظلم القول أن لا شيء حصل. فور حصول الكارثة اجتمع المجلس الأعلى للدفاع، اتخذ التدابير اللازمة بالتوصية للحكومة بإعلان حالة الطوارئ وباتخاذ مجموعة تدابير. لم أقصد تحركات، أقصد بما صدر. نعم، بعد هذه التحركات المسألة أصبح لها أيام قليلة، ساعات وأيام قليلة، تشكلت لجنة تحقيق إدارية من قبل مجلس الوزراء، أنجزت الكثير من العمل، القضاء قام بحملة توقيفات، إلى الآن طالت لا أقول المسؤولين المعنيين بما حصل، من دون أن أستطيع أن أحمل مسؤولية إلى أحد، إنما المعنيين والذين قد يكون لهم صلة إما بالإهمال أو بعدم المسؤولية أو بالتقصير أو بأي شيء آخر، وعددهم ليس قليلا، تم تجميد حسابات العديد من المعنيين، تم منع سفر العديد أيضا من المعنيين أو من المسؤولين المحتملين، والإجراءات تسير على قدم وساق، وينتظر خلال 48 ساعة أن تعلن لجنة التحقيق الإدارية التي شكلها مجلس الوزراء تقريرا شفافا يسمي الأمور بأسمائها ويسمي المسؤولين المفترضين بأسمائهم، من دون أن يكون هذا التقرير حكما مبرما، إنما يكون قاعدة للإحالة على القضاء حيث تكون الكلمة الفاصل للقضاء. وزير الداخلية هدد بتقديم استقالته إذا لم يتم الإعلان بالأسماء، هل هذا يوحي بشيء أو يوشي بشيء أنه لن يكون هناك إعلان بالأسماء؟ أعتقد أن موقفه يؤكد أنه سيكون هناك إعلان للأسماء، لدرجة أنه واثق من أن الأمور ستبلغ الخواتيم اللازمة، ولذلك أعلن استعداد للاستقالة من باب التأكيد على أنه لن يحتاج إلى مثل هذه الخطوة، لأن الأسماء ستعلن، ولكن أعتقد أنه في حال كان هناك أي تقصير في كشف المتورطين أو المقصرين أو المهملين، يجب أن تستقيل الحكومة برمتها، ويجب أن يستقيل المسؤولون في القضاء أيضا وفي الأجهزة الأمنية، لأن الناس لن تقبل هذه المرة أي تهاون أو أي غض نظر أو أي لفلفة، لأن بيروت
تستشهد الآن فيما حصل. لذلك أعتقد أن الظرف هو ظرف الحقيقة والشفافية والعدالة، ولا يجوز الإفلات من العقاب ولا يجوز الإفلات من العدالة. ما معنى ما قالته منذ قليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه ليس بالضرورة أن يكون أو أن يكون التحقيق دوليا؟ هذا رد وكأنه مباشر على من يطالب اليوم بوصاية دولية وبتحقيق دولي وبتدخلات خارجية منذ اللحظة الأولى مع يعني لما حدث من نكبة دون حتى مراعاة للدماء التي ذهبت بهذه الطريقة. للأسف أن الضحايا سقطوا مرتين، مرة بالانفجار الذي حصل ومرة ثانية في الاستغلال السياسي الذي أعقب الانفجار والكارثة، حيث أن البعض أراد استثمار الدماء من أجل استدراج لجنة تقصي دولية أو لجنة تحقيق دولية، كأنه يعيدنا إلى مشهد لحظة استشهاد الرئيس الراحل رفيق الحريري، حيث أريد من هذا الاغتيال الكبير آنذاك إغراق لبنان بالتدخلات الدولية ووضع الوصاية الدولية على لبنان. واليوم كأن المشهد ذاته يعاد، حيث يريد البعض أن يستثمر في الدماء التي سقطت من أجل استجلاب اليد الدولية على لبنان. لكن المشهد كله ليس مختلف عما كان حين؟ الظروف مختلفة، ولكن من يريد وضع لبنان تحت الوصاية الدولية هم أنفسهم. إلا أن الفارق اليوم أن موازين القوى اختلفت، أن على رأس السلطة اليوم الرئيس العماد ميشيل عون، الذي أعلن اليوم بالذات أنه لن يقبل أي وصاية دولية على لبنان. نحن بلد سيد وحر ومستقل، ولدينا قضاء مستقل يستطيع أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأي تقصير يحاسب عليه بالداخل. أما أن يستثمر هذا الحادث من أجل وضع اليد على لبنان أو من أجل فرض استعمار على لبنان، فهذا مرفوض ومرفوض. لكن مبرر ربما غضب ليس الناس بعدم الثقة من جديد، لا بالقضاء اللي رضخ للكثير من سيدتي الضغوطات. سيدتي، أريد أن أذكرك أن لجنة التحقيق الدولية في إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أخذت التحقيقات إلى أماكن وأعادتها إلى أماكن. لا ننسى ديتليف ميلس وتحقيقاته، حتى اليوم لا ننسى توقيف الضباط الأربعة ومن ثم إطلاقهم وإعلان براءتهم وعدم مسؤوليتهم بعدما تم توقيفهم أعتقد أكثر من سنة. إذن من قال إن التحقيق الدولي ذات مصداقية أكبر من التحقيق الوطني اللبناني؟ ثم لا، والكلام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من جنيف يعني ليس هو كلام داخلي، قالت ليس بالضرورة أن يكون التحقيق دولية. هذا حادث داخلي، والاحتمالات التي وضعها الرئيس اللبناني احتمالات جادة، قد يكون نتيجة عمل إهمال أو نتيجة تدخل داخلي أو خارجي أدى إلى التفجير، وعلينا أن لا نزيح أي من الاحتمالات. ولا ننسى أن لبنان يتعرض للتضييق على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي وأمني، ولا نعلم إذا كان هناك من أياد أرادت أن تزيد التضييق على لبنان من خلال التفجير الذي حصل. إنما هذا الأمر يحسمه التحقيق الوطني، التحقيق اللبناني، ولا شيء سوى ذلك، من غير المانع بالاستعانة بخبرات دولية إذا احتاج القضاء اللبناني لذلك. من خبرات فرنسية في هذا الموضوع طبعاً. هل كقانوني أيضا لفتك شيء في كل ما قيل أنه حدث لناحية تضارب المعلومات التي أتت ب يعني التحقيقات التي بدأت تجري الآن؟ في كلام متضارب من المسؤولين بالمرفأ. نعم. سيدتي، عندما تحصل مثل هذه الحادثة تصدر في إثرها كثير من التكهنات والشائعات والأقاويل، إنما ليس من تقارير رسمية بعد متضاربة. عندما ينتهي التحقيق من قبل لجنة التحقيق الإدارية التي شكلها مجلس الوزراء، نستطيع أن نكون أمام بدء بينة، ولا أقول أمام الحقيقة المطلقة، لأن الحقيقة الرسمية يعلنها القضاء بموجب حكم مبرم. إنما نستطيع أن نكون أمام بدء وضوح للصورة، وبالتالي كل ما سبق مجرد أقاويل، ولا نستطيع أن نقول أن تضاربا بالمعلومات، لأن موقفا رسميا واحدا أو تقريرا رسميا واحدا لم يصدر حتى نتحدث عن تضارب. نأمل أن يكون بأسرع وقت ممكن، يعني هذا أقل حق لكل لبناني اليوم، لأهالي الضحايا، لأهالي المفقودين، أقل حق للجميع الذي ينتظر. أذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون اليوم أعلن أن التحقيق سيصل
إلى من يجب أن يصل إليه، حتى قال إنه لا سقف أمامه حتى رأس الهرم، وبالتالي هذا التزام أمام الشعب اللبناني. يجب أن يكون كذلك أمام كارثة وطنية بهذا الحجم. الأستاذ عادل يمين الباحث السياسي والقانوني، كل شكر لك على المشاركة. مشاهدينا، هذا كان كل شيء حتى اللحظة. طبعا نحن مستمرون معكم في التغطيات المستمرة من هنا، حيث الفاجعة التي حلت بالعاصمة بيروت في الرابع من آب. سوف نكون معكم إذن في تغطيات مستمرة، ابقوا معنا. هذا كان كل شيء حتى اللحظة، إلى اللقاء.